السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى غادي نشوفوا كيفاش نقدو احنا واحد ستان نتاع واحد طابلو. مثلا هاد المجموعة نتاع لا بلاج قلنا مثلا إلا بينا ردوها طابلو يكفي أننا نكليك نسيليكسيونيها أولا، ثم غادي نتوجه لهاد ليكون بهذا الشكل ونستي ستان اللي بغيت نردها على شكله. ثم غادي نشوفوا دابا كيفاش أنا نكخيي هاد ستان تاع الطابلو اللي بغيت ندير. أول حاجة غادي نسيليكسيوني هاد لابارتي، ثم نتوجه نفس العملية بحال بغيت نستيش ستان، إلا أنني تمشي نوفو ستايل، تمشي نوفو ستايل دو طابلو تنكليكي عليها، ثم تعطينا هاد ليليمون تاع الطابلو. حنا ما غاديش نغيرو في هاد ليليمون الطابلو، إنما غادي نكليكو على هاد فورما. هاد فورما هي اللي تخوني باش نغير بوليس والبوغدير أو غومبليساج. الغومبليساج هو الخلفية نتاع هداك الطابلو. مثلا نسيو حنا مثلا شي كولور مثلا بهاد الشكل هذا اللي هو الخلفية، ثم نسيو الكادر، نديرو كادر مثلا بهذا الشكل هذا ونسيو ليه الكولور، نديرو مثلا شي كولور بهذا الشكل، ثم غادي نغيرو الكولور نتاع البوليس نديروه بهذا اللون يكون غرق باش يجي واحد ستيل مقاد. وهنا كذلك غادي نغير واش بيتو سامبل لا دوبل سيما تاع لي سامبل سوليني على سطر واحد، ثم ندير اوكي. تلاحظوا انني كخيت هذا الطابلو بهذا الشكل هذا، ندير اوكي ثم نتوجه باش نطبق داك السيل اللي جا كخيتو من قبل. عفوا كليك على الطابلو، تلاحظ انه عطى ليا هنا بهذا الشكل، كليك عليه ثم اوكي. اذا هذا هو ستايل انا اللي كخيت من قبل، ومن بعد تنكتب فيه تعطيني نفس لوبسيون اللي كخيت. هذه الطريقة كيفاش نكخي واحد ستايل ديال واحد الطابلو. تنتوجه لهاد ميتخ سو لا فورم دو طابلو، ثم تندير نوفو ستان ابخي غادي نمشي الفورما، ثم غادي نسي هاد لوبسيون كلهم اللي بيت. مثلا نسي الكولور اللي بيت في هاد لوبسيون هادو، نحدد الغومبليساج على حسب الاختيار تاعي، وكذا هاد البوغدير اللي هما هاد لي كادر هادو او الحدود نتاع هاد ستيلين، ثم نغير البوليس كي بيتو نغير ليه الكولور تاعو او وندير اوكي. ونتوجه مثلا سيليكسيون هاد لابارتي، ثم نقول له دير لي هذاك الستايل اللي كخيت اوكي. اذا هذا هو الستايل اللي كخيت انا، تنكتب فيه الكتابه بهذا الشكل. اذا هذه الطريقه كيفاش نكري واحد ستايل ديال واحد الطابلو، نحدد فيه البروبريتي على حسب الاختيار ديالي. اذا حتى لهنا غادي نكتفي بهذا القدر هذا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.